سلام البنات ومرحبا بكم معايا في قناتي عالم المرأة مع سوسو. اليوم بإذن الله فيديو جديد غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد العجينة رائعة، عجينة سحرية. يعني هاد العجينة غادي نستعملوها في المملحات وكذلك نستعملوها في يعني المعسلات، وغادي يعني كتجي لذيذة بالخصوص ملي كنصايبوا بها البقلاوة التركية، راها لذيذة بزاف وسهله، ويعني نصايبوها غير في المنزل. مكونات بسيطه كالعاده. باش نصايبوا هذا العجين غادي نحتاجوا كاس ديال بعبار كاس ديال الشاي او اتاي، حليب، نص كاس ديال الماء، الماء عادي، نص عفوا كاس ديال الزيت النباتيه، غادي نحتاجوا معلقه ديال الخل، غنحتاجو قليل من الملح، نحتاجو شاصية الفاني وخميرة الحلويات. هاد الشاصية الفاني إلا كنا غنستعملوها يعني المعسلات، إلا كنا غنديروها المملحات عفوا بلا ما نستعملو الفاني. أنا خديت هنا 500 غرام ديال دقيق الفرص، والكمية كتبقى على حساب الدقيق يعني واش كيتشرب ولا لا. نبداو على بركة الله. غادي ناخدو إناء، هاد العجينة مكنحتاجش أننا ندلكوها. غادي نديرو كاس ديال الحليب، غادي نضيفو نص كاس من الماء، نضيفو كاس ديال الزيت النباتية. كذلك هاد العجينة راه كيمكن لينا أننا نحتفظو بها في المجمد كتبقى صالحة. نضيفو كاس الخل، نضيفو القليل من الملح، شاصية ديال الفاني، نضيفو خميرة الحلويات. إلا كنا غنستعملوها دابا بغينا نضيفو بيضة، ممكن نضيفو بيضة. أنا هنا ما ضفتش بيضة باش يعني نقدرو نحتفظو بها في المجمد، لقيتها اللي بغيناها كنجبدوها. غادي نخلط المكونات مزيان، صافي نتساجم مع بعضياتها. دابا غادي ناخدو كمية من الدقيق وغادي نبقاو نضيفو غير بشوية بشوية، يعني نضيفو كمية قليلة ونخلطو باش هكا يعني كاين الدقيق اللي كيتشرب كاين الدقيق اللي لا. أنا المهم غادي نستمر في تخليط الخليط على هاد الشكل حتى نحصل على يعني العجينه ما تكونش جاريه وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه بزاف. غادي نبقى نستمر في الدقيق ونخلط ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم العجين كيف كيجي. هذه هي العجين بعد ما جمعتها، كيقول لكم راه ما كتحتاجش تدلك. هنا انا ما خداتش الكميه كامله ديال الفورس، يعني راه خدات غير شي 350 غرام ديال الفورس. المهم نتوما ديروا الخليط السوائل من بعد تبقاو ضيفوا الدقيق عندكم ميزانكم. ها نتوما العجينه ما كتكونش قاصحه وفي نفس الوقت راه ما كتكونش جاريه، يعني كي قلت لكم راه ما كتحتاجش تدلك. غادي نحطوها فوق سطح العمل يعني غير ونجمعوها هكا مزيان باش ما يبقاش فيها شي كويرات، غير بيدينا ما نحتاجو لا عجانه لا والو. ومن بعد كي كتشوفوا غادي نديرو هكا على شكل طولي، وغادي نقسموها يعني غادي نقسموها كرات يكونوا متساويين ونشوفوا العدد اللي غتعطينا. انا قسمت العجينه هنا عطاتني 10 الكرات، يعني غادي ناخذهم ونشكلوهم على شكل كرات بهذا الشكل. غادي نشكلوهم كاملين ونديروهم في شي بلاطون نغطيوهم بغطاء بلاستيكي يعني، ونخليوهم واحد 10 دقائق بما يرتاحوا نتلاقاو باش نكملوا العمليه. بعد ما خليت الكويرات ترتاحوا يعني شكلت 10، خليتهم مده ديال 5 حتى 10 دقائق غير باش يرتاحوا، كنحطوهم على جنب. كناخذوا هنايا نفس الكميه ديال الدقيق ديال الفورس، هي نفس الكميه ديال النشا الذره او مايزينا. يعني درنا نص كاس ديال الفورس نديروا نص كاس مايزينا، درنا كاس كاس يعني نفس الاربعه. غادي ناخذوا الكره الاولى
نديرو كميه وفيره يعني من هذا النشا، هي اللي غتسهل علينا يعني التوراق ويجيو هكاك مورقين بزاف، يعني ما نبخلوش عليها بالنشا والدقيق. نديرو كميه كي قلت لكم تكون وفيره، وغادي نسرحوهم يعني نرقوهم ما امكن. كي قلت لكم راه السر ديال هاد العجينه باش كتجي مرقه اننا كيخصنا نكثروا لها الخليط ديال الدقيق ومايزينا. غادي نرقوها كي قلت لكم مزيان، وما نساوش حتى هاد الجوانب. يعني ما غاديش دابا الا بغينا نصايبوا البقلاوه التركيه او اي نوع ما نحتاجوش نشريو الورقه يعني جاهزه نصايبوها. انا من بعد ما يعني رقيتها غادي ندير لها كميه مزيانه ديال النشا الدقيق ونحطها على جنب، وناخذ كره اخرى نفس الطريقه. فانا غنكمل نبسطها حتى هي رقيقه ومن بعد نتلاقاو. هانتوما كتشوفوا من بعد ما سرحت خمسه ديال الكرات، هذه هي الكره يعني اللي عندي. غناخد كميه كي قلت لكم تكون مهمه من النشا، كنطلقوها ما امكن. غادي ندير عليها النشا مزيان والدقيق، وغادي ناخد ورقه اخرى غادي نديرها فوقها، يعني نحاول ما امكن انني نقادهم ونديروا لها كميه كذلك ديال النشا، وناخذ ورقه اخرى. يعني غادي نديروا خمسه د الورقات وحده فوق وحده باش كيجي التوريق ديالهم مزيان. غادي نديروا كميه من النشا، غادي نضيف الورقه الرابعه، غندير لها يعني هاد النشا وهاد الخليط ديال الدقيق والنشا هو اللي كيخلي ان الورقه ما كتلتصقش مع بعضياتها. وغنضيف الورقه الاخيره، غادي نجبدها باقي شويه غليظه باش نقادها هاك. دابا حصلنا هنايا كي قلت لكم عندنا خمسه ديال الورقات، غادي ناخذ اللاك ونبدا نبسط فيهم ما امكن، يعني حتى يوليو رقاقين بزاف هكا باش كنحصلوا على ديك الورقه كتكون رقيقه. غندهن هذه الطبقه الفوقانيه وغادي نقلبها. كي كتشوفوا رجعت كلي مايزينه، معليش. غادي ناخذ الحلال او المدلك وغادي نبدا نطلق هاد العجين. كي قلت لكم نطلقوها ما امكن، انا غنكمل نطلقها ومن بعد نطلقها. هذا هو الشكل ديال العجينه، يعني من بعد ما بسطناها كامله هانتوما كي كتشوفوا هذاك النشا اللي كنديرو هو اللي كيخليها انها ما تلتصقش وكتزول بكل سهوله. هانتوما كتجي رقيقة بزاف. وراها يعني بسيطة وناجحة كي قلت لكم. هذا هو الشكل ديالها، يعني راها كتجي ناجحة وهكا. يعني دابا غادي ندوزو باش نوريكم الطريقة، يعني بغينا نصايبو بها نستعملوها بحال ورقه د البسطيله، نصايبوا بها اي حاجه ممكن. ما بغيناش دابا، غادي ندوز باش نوريكم الطريقه باش نحتفظوا بها في المجمد. باش نوريكم الطريقه الا بغينا نحتفظوا بالمجمد، كناخذوا هذه الورقه اللي صايبنا او العجين
هو الا كان يعني ورق المطبخ من الاحسن. انا حتى الاخر لحظه جبت لقيت الرولو تسالى ما بقاش فيه الورق، قلت ما كاينلاش يعني خديت منديل، ناخذ اي منديل ونفس الطريقه نديروها بورق المطبخ الا كان عندنا، وغادي نلويو هكا يعني بشكل طويل على مع الورقه. كي قلت لكم الا كان ورق المطبخ كان احسن، انا هي ما بقاش عندي متوفر وقلت نقضي باللي كاين. يعني من بعد ما درت العجين في هذا المنديل او في الورق المطبخ غادي ناخذو يعني كيس بلاستيكي بلاستيك غذائي وغادي نلويو عليه بهذه الطريقه، يعني نطوي بجوانب باش ما نخليوش ان البرد يدخل وتقصح العجين على هذا الشكل، ونديروها في المجمد الوقيته اللي بغيناها كنجبدوها نخليوها ديكونجولا وكنستعملوها يعني اي حاجه بغيناها كتبقى يعني محتفظه بك الرطوبه ديالها. وهذا مكان وهذا هو الفيديو اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واللي باقي ما اشتركش اشترك معايا في القناه ودعموني بلاجيم وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله.